قام باستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بعد نجاح الثورة في مديرية التحرير وفي الوادي الجديد. وأيضا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم إنشاء وبناء مشروع السد العالي من 1960 إلى 1970 اللي حمى مصر من خطر الفيضان ووفر الكهرباء للمشروعات الاقتصادية الزراعية والصناعية. كل هذا حدث في عهد الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. أول إنجازات للرئيس جمال عبد الناصر إن هو عمل مشروع السد العالي الأول. طبعا السد العالي ده وفر لنا نسبة خزن المية عشان تفيدنا بدل أيام الشتاء بتنزل المية بتعدي، لو مش السد العالي كان المية دي هتيجي على نهاية الموسم الشتاء يكون انتهت المية. إنما هو عمل السد العالي عشان خاطر إن هو خزن مية الشتاء لمحاصيل الصيف، بيدي الفلاح المصري منها النسبة اللي هو عايزها بالطلب والباقي متخزنة للعزة. السد العالي بالنسبة لي حلو، بالنسبة لي ولأي واحد شعب مصري حلو، لأي واحد فلاح حلو. مية النيل دي هي أهم الفلاح. مشروع السد العالي ده هو عمل على توفير المياه، يعني المياه اللي تيجي في أيام الشتاء بوفروها في السد، وأيام الصيف أيام الفلاح بيكون محتاج المياه، أيام زراعة المحاصيل الصيفية اللي بتحتاج مياه زي الرز والقصب والحاجات ديت بيوفر، بيلاقي مياه من السد متوفرة وبيزرع منها وبيسقي منها أرضه ويعني عايش عليها، عايشين على مياه النيل. ويا ريت نهتم برضه بمياه النيل شوية، يعني احنا هنا في بلادنا هنا في معظم الدايره هنا في بحر البقر بتشرب على ميه بحر البقر، على ميه صرف بحر البقر، وميه صرف بحر البقر دي اكيد مش صحيه للمواد الغذائيه اللي احنا بناكلها واللي الفلاح بيطلعها والشعب المصري كله بياكل منها. فعايزين نظره لتوصيل المياه النيل برضو النقيه لمنطقه بحر البقر اللي احنا عايشين فيها حاليا دي. السد العالي ده هو خدم الفلاح برضو انه يوفر الميه للوقت اللي محتاجها الفلاح، وعمل محطات كهرباء على السد، على السد العالي برضو عملت على برضو تقدم الصناعة، اللهم صل على النبي، عمل على خصوبة التربة برضو مية النيل ديت اللي هي بتاعت السد ديت مية خصبة للتربة. هذه الإنجازات ما زال الفلاح المصري يعيشها حتى يومنا هذا. الرئيس جمال عبد الناصر بالنسبة لنا في منطقة بحر البقر قام بتوزيع الأراضي الزراعية على فلاحين اللي ما كانوش يمتلكوا ولا سهم في الأرض الزراعية. تم توزيع هذه الأراضي على الفلاحين 5 أفذنة لكل فلاح، أصبحوا تحولوا من أجراء وعبيد إلى ملاك للأراضي الزراعية، مثلهم مثل ملاك الأراضي اللي كانوا موجودين قبل كده. يعني الرئيس جمال عبد الناصر له الفضل على كل الفلاحين المصريين سواء في وجه بحري أو وجه جبلي، وإحنا ما كفلاحين أبناء فلاحين وأجدادنا وأبهاتنا فلاحين ما زلنا نعيش هذه الإنجازات التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر. قضى على الإقطاعية، قضى عليه، وكان الفلاحين خدوا ادهم املاك، هم ما كانوش معاهم املاك ولا كانوا لاقين حاجه. الفلاحين كلها عادت اصحابين املاك واصحابين اراضي وخلاهم حلوين. كان بيقسم للفقير زي الغني، يعني اللي معه 100 فدان كان بيدي منه دي 5 ودي 5 وطبق القانون. وما زالت لعند النهارده في ناس واخده من ايام جمال عبد الناصر ارض وبعقد بكل حاجه، وزع الغلبان زي الكل كله كله مطبق بعضه، يبقى في نفس الوقت بيجي كله مساوي. ايام جمال عبد الناصر كانت ايام حلوه، ايام يعني هي كان المعونه فيها مش كتير بس كان ايام حلوه وايام يعني اعتبر حنونه لجميع للفقير والغني. كان الفلاح المصري ده عايش على انه عبد بيشتغل بلقمه عيشه بس، بيشتغل واخر النهار اللي يعيشه، لا له دخل ولا له اي حاجه ثابته، ملوش اللي هو ان كان بيشتغل وبس، يشتغل عشان يعيش ولكن لا له مال ولكن ولا له حاجه ان هو يقدر يحتفظ بيها غير ان هو ان كان ياكل عشان يشتغل عشان ياكل وبس. طبعا الرجل عمل اقطاع ان هو قطع اراضي من الناس اللي هي معها املاك واسعه وسلم، سلم نسبه اراضي للمزارعين اللي هم صغار الزراع اللي كان يقدر قادر على المعيشه.
كان من خمس فدادين، من ثلاث فدادين لخمسة، من ثلاث فدادين لخمسة، سلمهم للمزارع المصري علشان ان هو كل واحد مجاله حتة أرض يقدر يعيش منها. الفلاح المصري كان هيكون النهارده نظام زي نظام العبوديه، عبيد واحد مجموعه ناس فلاحين شغالين في الوسيه بتاعت زمان اللي قبل الرئيس جمال عبد الناصر وقبل ما ينتزع الملكيه الكبيره من الناس اللي هي كانت واضعه يدها على معظم اراضي الدوله ومسخره الفلاح المصري لخدمتها، وكان بيعيش باللقمه بتاعته بس. النهارده الفلاح بيزرع في ارضه، بيزرع في فدانه، بيزرع في يعني اجل واحد عنده فدان، عنده اثنين، عنده خمسه، من بعد الرئيس جمال عبد الناصر. لو ما كانش الرئيس جمال عبد الناصر عمل الحاجات دهيت كان الفلاح النهارده هيبقى شغال بلقمته زي العبد بيتحكم فيه صاحب الارض. الله عمل انجازات كتير، يعني هو اللي رجع عمل الاصلاح الزراعي للاراضي ورجع كرامه الناس ورجع كرامه البلد. الرئيس جمال عبد الناصر عمل انجازات الفلاح واحنا النهارده عايشين عليها. والرئيس السيسي ربنا يبارك له يا ربي هو يعني ايه بيقتدي بخطوه ايه الرئيس جمال عبد الناصر. واحنا بنناشده ان هو بص يبص بصه للفلاح نظره كده بعين الرأفه للفلاح المصري عشان يعرف يعيش ويعرف يربي عياله ويعرف يعلم عياله ويوفر للفلاح المبيدات الزراعيه والاسمده والحاجات دي غاليه بطريقه يعني ايه الفلاح مش قادر عليها.